حالياً. يبدو أن الأيام القادمة ستشهد تطورات حاسمة، خصوصا مع اتجاه شباب الثوار نحو التصعيد، وأنباء غير رسمية عن التزام الرئيس صالح العودة للبلاد الأحد المقبل في الذكرى 33 لتوليه الحكم. حنان إبراهيم، العراقية، صنعاء. مشاهدينا الكرام، نقترب أكثر من التطورات في اليمن. معنا على الهواء مباشرة القاهرة المعارض اليمني علي بخيتي. السلام عليكم أستاذ علي. يعني ظهور الرئيس صالح وتصريحاته بشأن المبادرة الخليجية أعاد مشهد التصعيد إلى الواجهة، هل يمكن إحياء المبادرة الخليجية من جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعتبر أن المبادرة الخليجية هي مؤامرة على الثورة اليمنية من بدايتها، وكان الهدف منها إعطاء مزيد من الوقت لنظام الرئيس لاستمراره في الحكم ولإفراغ الثورة من محتواها ومراهنة النظام على الوقت وتأخير الوقت والمفاوضات واستمرار المفاوضات وتطويلها إلى مدة طويلة حتى تفشل الثورة. وللأسف فقد وجد النظام تعاونا وتآمرا من النظام السعودي إضافة إلى أمريكا، وتعاونوا على محاولة لإفشال الثورة اليمنية. نعم. طيب، واشنطن يعني نصحت صالح بنقل فوري للسلطة، يعني هذه الضغوط هل ستجبر صالح على التنحي من السلطة؟ يا أخي، لا توجد جدية أمريكية لإقناع الرئيس بالتخلي عن السلطة، ولو كان هناك جدية أمريكية حقيقية لكان الرئيس غادر السلطة فورا. ونحن نعلم أن الأنظمة الدكتاتورية تنصت للأمريكان بشكل كبير، لكن لا توجد أي ضغوط حقيقية، وما يتواجد هو مجرد دعم شكلي ودعم في الظاهر فقط للثورة اليمنية من قبل النظام الأمريكي والنظام السعودي، ولكن في حقيقة الأمر أنهم يريدون بقاء هذا النظام ليمرروا أجنداتهم الخاصة. فالنظام الأمريكي لديه أجندات في اليمن أمنية ولا يمررها له إلا هذا الحاكم الدكتاتوري، والنظام الأمريكي يخاف من وجود مؤسسات تحكم اليمن، ولذلك فهو يتعمد إبقاء الرئيس صالح لأن حكم الفرد هو ما يبقي السياسة الأمريكية الأمنية ويتيح لها المجال لتنفيذ أجنداتها في اليمن بشكل كامل. ويصعب على هذه الأنظمة التعامل مع نظام ديمقراطي، لأن النظام الديمقراطي من الصعب مثلا عليه أن يسمح للطائرات الأمريكية بقصف معاقل ما يسمى بتنظيم القاعدة، ومن الصعب عليه بالسماح للطيران السعودي بالقصف مثلا بما للإخوان الحوثيين. لذلك فهذه الأنظمة تفضل وجود نظام شخصي فردي يسمح لها بالعبث بأمن اليمن وفقا لأجندتها الخاصة. نعم. طيب، يعني ربما يعني أنت أشرت يعني من خلال كلامك إلى وجود القاعدة، أو ما أسميتها بما تسمى بالقاعدة، هكذا قلت أنت، يعني وربما هي هذه المخاوف التي أو الورقة التي يلعب بها صالح، يعني دائما يلوح بهذه الورقة أنه القاعدة في حالة تنحي صالح ستأخذ مأخذا كبيرا في اليمن. يعني أنتم هل تشعرون بهذا الخطر، وهل وضعتم خطط لتفادي هذا الخطر الذي يلوح به صالح وحكومته بين فترة وأخرى، وحكومته عفوا؟ يا أخي، تنظيم القاعدة لا يوجد بشكل مكثف في اليمن، وليس له دور حقيقي في اليمن أو تأثير كبير. هم مجرد عناصر متفرقة هنا وهناك، وهم في الغالب من صنيعة النظام، وهم استخدمهم النظام لجلب الدعم الغربي والأجنبي لاستمراره في الحكم. وتنظيم القاعدة يتم ابتزاز المجتمع الغربي بواسطة هذا التنظيم، وهو من صناعة النظام في الأصل، ولا يتعامل النظام مع تنظيم القاعدة كمشكلة، ولكن يتعامل معه كورقة لجلب المساعدات فقط. وأنا على علم وبشكل أكيد أن تنظيم القاعدة وما يوجد في اليمن هو من صناعة النظام، ويستخدمه متى شاء ويجمعه متى شاء بحسب مصالحه مع الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، وكذلك الدول الإقليمية وعلى رأسها السعودية. نعم، نشكرك جزيلا المعارض اليمني علي بخيت، انضمت إلينا من القاهرة للحديث عن الأزمة اليمنية وما تجري فيها.